مساء الخير، بداية النشرة مع العناوين. أركان الدولة يلتقون هوكستين والوسيط الأمريكي إيجابي. بوصعب يؤكد بنب عبدة أن الفجوة ضاقت ويوضح حقيقة المطروح. الرئيس عون في عيد الجيش يتخوف من أن يصيب الاستحقاق الرئاسي ما أصاب التأليف. وفد من الجيش في القصر الجمهوري للتهنئة والعماد عون يؤكد سنبقى الضمانة. غداة الانهيار في الإهراءات، هذه هي الإجراءات المطلوبة. الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، أهلا بكم إلى هذه النشرة التي تبث أيضا عبر إذاعة صوت المدى، ثم تنشر عبر الموقع otv.com.lb وقناة OTV على يوتيوب، وعبر حساباتنا على مواقع التواصل تويتر، فيسبوك وإنستغرام. في العيد 77 للجيش حدثان. الحدث الأول لقاء أركان الدولة مجتمعين بالوسيط الأمريكي الخاص بترسيم الحدود البحرية الجنوبية أموس هوكستين في قصر بعبدة، والإيجابية التي خرج بها الأخير في وقت لفت كلام نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب بعد اللقاء، حيث كشف أن الفجوة قد ضاقت وأن الفترة الزمنية التي تفصلنا عن عودة الوسيط الأمريكي إلى بيروت ستكون قصيرة. وجزم بوصعب أن لبنان طالب ببلوكاته كاملة وأن هوكستين لم يعرض أبدا أي تقاسم للثروة أو البلوكات أو الأرباح مع العدو الإسرائيلي. أما الحدث الثاني في عيد الجيش ففي احتفال الفياضية الذي ترأسه رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون، والمواقف البارزة التي أطلقها في ملفي الرئاسة والحكومة إلى جانب الترسيم. ففي الملف الأخير أكد حرصنا على حقوقنا في مياهنا الإقليمية وثرواتنا الطبيعية، وهي حقوق لا يمكن التساهل فيها تحت أي اعتبار، مشددا على أن المفاوضات غير المباشرة الجارية لترسيم الحدود الجنوبية البحرية هدفها الأول والأخير الحفاظ على حقوق لبنان والوصول من خلال التعاون مع الوسيط الأمريكي إلى خواتيم تصون حقوقنا وثرواتنا وتحقق فور انتهاء المفاوضات فرصة لإعادة انتعاش الوضع الاقتصادي في البلاد. أما رئاسيا وحكوميا فأمل الرئيس عون في ألا يكون مصير الانتخابات الرئاسية مماثلا لمصير تشكيل الحكومة الجديدة التي لم تتوافر لها حتى الساعة المقومات والمعايير الضرورية لتكون حكومة فاعلة وقادرة على القيام بمسؤولياتها حاضرا ومستقبلا. هاي بدي أقدم على MT فيزا كارد. لك عم تلعبها صح، بتوقف يلا يلا صرت واصل. لعبها صح ودير على كاس العالم فيفا مع كل بطاقه فيزا من OMT، فيك تربح سفره لنهائيه كاس العالم فيفا قطر 2022 وجوائز قيمه اخرى بفضل فيزا. البدايه من قصر بعبدة واجتماع اركان الدوله بالوسيط الامريكي الخاص بالترسيم. أكد الوسيط الأمريكي في المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية الجنوبية أموس هوكستين أن المحادثات التي أجراها مع رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في قصر بعبدة كانت مهمة جدا، معربا عن تفاؤله في حصول المزيد من التقدم في ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، آملا في العودة من جديد قريبا إلى المنطقة للوصول إلى النتيجة المرجوة. I was grateful to the president for hosting a meeting with the three presidents. أنا ممتن للرئيس بأنه دعا للتام هذا الاجتماع بوجود الرؤساء الثلاثة. And that I was honored to be able to meet with all three presidents at the same time to have a discussion on these important issues with a full government of Lebanon represented. وتشرفت إذن بأن أعقد اجتماع مع رؤساء الثلاثة وأنا ممتن لفخامة الرئيس على ذلك لتناقش في هذه المسألة المهمة جدا مع ممثلي الحكومة اللبنانية. I remain optimistic that we can make continuous progress as we have over the last several weeks, and I look forward to
coming back to the region and being able to make the final a final arrangement. Thank you, everybody. كلام هوكشتاين جاء في أعقاب الاجتماع الذي عقده مع رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة، والذي استمر ساعة ونصف الساعة، وحضره عن الجانب الأمريكي السفيرة دوروثي شي وكبيرة مستشاري الوسيط الأمريكي ومديرة الشؤون عبر الوطنية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مجلس الأمن القومي الأمريكي. وحضر عن الجانب اللبناني نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب والمدير العام لرئاسة الجمهورية أنطوان شقير والمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم ومستشار رئيس مجلس النواب علي حمدان والمستشار الدبلوماسي لرئيس الجمهورية أسامة خشاب. وخلال الاجتماع عرض هوكشتاين على الجانب اللبناني حصيلة المشاورات التي أجراها مع المسؤولين الإسرائيليين فيما خص مسألة ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، واستمع إلى موقف لبناني موحد وفق الثوابت اللبنانية المعلنة. وبعد اللقاء سئل الرئيس بري عما إذا كان الاجتماع إيجابيا، فاكتفى بالقول إن شاء الله خير. أما الرئيس ميقاتي فلم يدلي بأي تصريح، مكتفيا بإشارة إيجابية من يده. فيما تحدث نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب فأكد أن الأجواء إيجابية وأن الفجوة في الخلافات الموجودة في هذا الملف قد ضاقت، والفترة الزمنية التي تفصلنا عن عودة الوسيط الأمريكي إلى بيروت ستكون قصيرة. ولفت إلى أن الجميع كان مرتاحا وننتظر تحقيق ما تم مناقشته خلال الاجتماع، وإن شاء الله نرى نتيجة خلال الأسابيع القليلة المقبلة في هذا المجال. وأجاب ردا على سؤال: لم يطلب منا أحد قضم البلوكات وتمديد الأنابيب، ولبنان طالب ببلوكاته كاملة ولم يتغير شيء في موقفه. وهوكشتاين لم يعرض علينا أبدا أي تقاسم للثروة أو البلوكات أو الأرباح مع العدو الإسرائيلي. وكان عقد قبل وصول هوكشتاين اجتماع ضم رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة خصص للبحث في الأوضاع العامة وفي موقف لبنان الواحد الذي أبلغ لاحقا إلى الوسيط. الجيش اللبناني يحتفل بعيده 77، والرئيس عون يتطرق بعد تقليد السيوف للضباط المتخرجين إلى الملفين الرئاسي والحكومي إلى جانب الترسيم. والتفاصيل في تقرير جورج عبود. علمتني فن السحاب، ألبستني ثوب الكرام، حملتني ثوب الغزال قلب النار. ما مننكسر. تحت هالشعار احتفل الجيش اللبناني بعيده 77 بعزيمة وإصرار من المؤسسة العسكرية على تحمل مسؤولياتها كصمام أمان الوطن ودرعه. فبعد غياب قصري وتوقف تطوع تلامذة الضباط على مدى سنتين بسبب الظروف الصحية والوضع الاقتصادي الرديء، عادة السيوف المتخرجين تلمع بثكنة شكري غانم بالفياضية باحتفال ترأسه رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون. لبنان 121 ضابط قسموا اليمين بالله العظيم على القيام بواجباتهم حفاظا على علم البلاد وزودا عن الوطن لبنان. 46 من بينهم من الإناث و75 من الذكور توزعوا على الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة، وتم ترقيتهم لرتبة ملازم اعتبارا من 1 آب 2022 تحت تسمية دورة مئوية الكلية الحربية، حيث زين طليع الدورة بامرأة. من بعد عرض التحية واستعراض مختلف القوى والوحدات العسكرية المشاركة باحتفال عيد الجيش برا وجوا، توجه العماد عون للعسكريين قائلا: كونوا على ثقة بأنني لا أوفر جهدا في سبيل التخفيف من وطأة الصعوبات على كاهلكم ضمن القدرات والإمكانات المتاحة. وبالشأن السياسي طرق الرئيس عون للملفين الرئاسي والحكومة إلى جانب مسألة الترسيم. نؤكد حرصنا على حقوقنا في مياهنا الإقليمية وثرواتنا الطبيعية، وهي حقوق لا يمكن التساهل فيها تحت أي اعتبار. وسط هذا الكم من التحديات والمواجهات، لا يزال لبنان من دون حكومة رغم مضي نحو شهرين ونصف على بدء ولاية المجلس النيابي الجديد الذي تكون
من انتخابات عبر فيها المواطن بحرية عن خياراته، وبرغم الرهان على عدم حصول الانتخابات النيابية بات للبنان مجلس نيابي جديد، وهو رهان يتكرر مع الأسف اليوم في معرض الحديث عن تعثر إجراء الانتخابات الرئاسية. أني من موقعي وانعكاسا لتحملي لمسؤوليات الدستورية أجدد التأكيد على أنني وكما التزمت إجراء الانتخابات النيابية سأعمل بكل ما أوتيت من قوة من أجل توفير الظروف المؤاتية لانتخاب رئيس جديد يواصل مسيرة الإصلاح الشاقة التي بدأناها. لكن هذا الإنجاز الوطني لا يتحقق إلا إذا تحمل مجلس النواب الجديد رئيسا وأعضاء مسؤولياته في اختيار من يجد فيه اللبنانيون الشخصية والمواصفات الملائمة لتحمل هذه المسؤولية. وآمل الله يكون مصير الانتخابات الرئاسية مماثلا لمصير تشكيل الحكومة الجديدة التي لم تتوافر لها حتى الساعة المقومات والمعايير الضرورية لنكون حكومة فاعلة وقادرة على القيام بمسؤولياتها حاضرا ومستقبلا. وأشدد في هذا السياق على أن عدم تشكيل الحكومة يعرض البلاد إلى مزيد من الخضات ويعمق الصعوبات الاقتصادية والمالية. ومسؤولية المعنيين أساسية في منع تعريض البلاد إلى مزيد من التدهور. هي مؤسسة أثبتت قدرتها على الصمود، وها هو العيد 77 عم بمر مع عسكريين بيته أكثر عناداً على مواجهة التحديات مهما اشتدت، انطلاقاً من الشعار شرف تضحية ووفاء. وفد من قيادة الجيش في القصر الجمهوري لتهنئة الرئيس عون. أكد قائد الجيش العماد جوزيف عون أنه في خضم ما نعيشه اليوم من تعثر لمؤسسات الدولة تبقى المؤسسة العسكرية الوحيدة والأخيرة المتماسكة والأساس للكيان اللبناني والضمان لأمنه واستقراره كما استقرار المنطقة، خلافا لكل المشككين والمراهنين على تفككها وانهيارها. وأشار إلى أنه يكرر ثقته بأبناء المؤسسة العسكرية واعتزازه بعنفوانهم وكرامتهم التي لن نسمح لأحد المس بها، مشددا على ثقته بأننا سنجتاز هذه المرحلة الصعبة والدقيقة بفضل عزيمة جنودنا وإرادتهم وبدعم اللبنانيين المقيمين والمغتربين كما الدول الصديقة. مواقف قائد الجيش جاءت خلال الكلمة التي ألقاها أمام رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون الذي استقبله على رأس وفد من ضباط القيادة لتهنئته بعيد الجيش 77. فخامة الرئيس، 77 عاماً مسيرة حافلة في تاريخ الجيش الذي تأسس بعيد استقلال لبنان، فحمل مسؤولية الدفاع عنه بكل شرف وتضحية ووفاء وأمانة. هي أمانة المحافظة على لبنان كيانا مستقلا محميا من كل الأخطار والتهديدات. لا نزال نحمل هذه الأمانة في عروقنا وفي بزاتنا التي تشبعت من دماء الشهداء والجرحى وعرق العسكريين الصامدين الشامخين الأبطال الذين لا تنحني جباههم إلا لعالم بلادهم. فالجيش يتحمل كامل مسؤوليته اتجاه وطنه وشعبه وسط تعدد المهمات وتشعبها، رافضاً الاستسلام، متمسكاً بقسمه مهما غلت التضحيات. تاريخنا ناطق بالعبر، من يمص بالجيش هو الخاسر وهو المدان، ومن يتعرض للجيش ينبضه التاريخ.
ورد الرئيس عون مرحبا بالوفد ومهنئا بالمناسبة، مشيرا إلى أننا نعاني من أزمة اقتصادية ومالية ولا يزال الفاسدون موجودين في الدولة، وقد تمكنت بعد 2 سنة و5 أشهر و15 يوما من البدء بالتدقيق المالي الجنائي، وبدأ العمل به منذ 27 حزيران الماضي، مشددا على أهمية المحافظة على القضاء للمحافظة على الدولة وأسسها. أمامنا استحقاقات وطنية ومفصلية أقربها ترسيم الحدود البحرية، نلتزم بأي قرار تتخذونه في هذا الشأن لما فيه مصلحة لبنان وخير اللبنانيين، وأنتم المؤتمنون على ذلك. وأكد رئيس الجمهورية للوفد أن القوات المسلحة والقضاء هما الركنان الأساسيان في الحفاظ على الدولة، لأن الأجهزة الأمنية والعسكرية هي من تكشف الجريمة وتضع يدها عليها، فيما القضاء هو من يتولى المحاسبة. واعتبر أن الوضع في لبنان استثنائي يمر بمرحلة تفتت داخلي، وهذا ما يجب علينا معالجته عبر تغيير الوضع الاقتصادي، ولفت إلى أهمية استخراج النفط والغاز ما يساعد على إعادة انتعاش الاقتصاد في لبنان، وذلك بعد الوصول إلى اتفاق لترسيم الحدود البحرية الجنوبية، وإن شاء الله خير ويتحقق ذلك قريبا. وأكد في نهاية اللقاء أنه في ظل الظروف القاسية التي نعيشها لا مجال لليأس، فالوضع في حاجة إلى صبر وقوة كي نتمكن من النهوض من جديد. مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الروسية أمل أبو زيد تطرق عبر حوار اليوم إلى ملفي الانتخابات الرئاسية وسفينة القمح السورية في بحر لبنان. قوة الرئيس بلبنان هي مش بس بشخصه، بما يمثل على الساحة السياسية المسيحية بالدرجة الأولى. هذا نقاش كتير كبير، إنه الرئيس القوي مسيحيا الأكثر شعبيا. شفنا إنه البعض بيقول لك طب ما أنجز رئيس الجمهورية، ما قدر الرئيس عون يعمل ملفات، أو بالعكس بيتهموه خصوم التيار وكل بعض الفرقاء اللي هن خصومكم، إنه كان أسوأ العهود. مثلا رئيس حزب التقدم الاشتراكي سمعنا شو قال قبل سابقا عن العهد، وكل العالم تتهم إنه هذا الرئيس القوي. طب إذا رئيس الجمهورية اللي هو أكثر شعبية اليوم قدر عمل شيء، بعد بدنا نفوت بنظرية الرئيس القوي؟ لا، رح أجاوبك على هذا الموضوع اللي كتير مهم، البعض بيحكي فيه كتير، حتى بعض السياسيين الكبار بيحكوا فيه، بس إن هدول اللي بيحكوا بهذا الموضوع بينسوا أو بيتناسوا عمدا أنه هن بفترة الست سنوات كانوا العائق الكبير والأساسي أمام أي تغيير لمصلحة الناس بلبنان. هن شخصيا كانوا وراء هذا، إذا بدك صد، الحائط الصد الكبير أمام طروحات الرئيس عون بمستقبل أفضل للبنان. كم مرة قبل ما عمل رئيس جمهورية وحتى أثناء السنوات الست الولاية تبعيته ولتاريخ اليوم بعده عم بيحكي بنفس المواضيع، ولكن النظام السياسي بلبنان للأسف، هذا النظام يلي نحن ارتضيناه وسميناه اتفاق الطائف وصار جزء أساسي من الدستور تبعنا، نعم، تبين بالتنفيذ اليومي أنه هناك عوائق كتير كبيرة أمام تقدم هذا المجتمع وهذه الدولة. حصل بالأيام السابقة نقال أنه في حرب روسية أوكرانية على أرض أو على بحر لبنان من باب البحر عبر السفينة السورية اللي اجت على مرفأ طرابلس، وصار في اتهامات بين أوكرانيا وروسيا. أوكرانيا تتهم أنه مسروقة من قبل روسيا هذه الشحنة من الطحين والشعير. جوك معلوماتك من لقاءاتك من مسؤولين الروس صراحة شو وضع هالشيء؟ رح أقول لك المشكلة بلبنان عنا أنه نحن بنغرق بفنجان القهوة. قديش إلهم الروس والأوكرانيين عم بتفاوضوا مع الأتراك على موضوع السماح بنقل القمح والطحين والشعير من الموانئ البحر الأسود؟ مش فترة وصار في هذا الاتفاق، ولكن اللي العالم ما كتير بتنتبه له وبتعرفه أو ما بيصير في تضواي عليه أنه الشرط كان السماح للقمح والشعير والطحين الروسي بالتصدير، نعم، تيسمحوا بتصدير القمح الأوكراني، وهذا الشيء صار. يعني هيدي البيخة اللي جاي على لبنان بكرة رح يبين أنه لا، هذا شيء منه مسروق، لأنه هيدي البيخة طالعة من روسيا. نعم. كيف ممكن أن روسيا تقدر تسرق أشياء مثل هذه على روسيا من هناك؟ ليش روسيا ما عندها قمح، ما عندها طحين، ما عندها شعير، ما هي تعتبر من البلدان الأساسية بالتصدير هذه المواد بالعالم؟
هذا موضوع بالسياسي أكثر ما هو موضوع إذا بدك قانوني. هيك شايفه السياسي؟ أنا هيك شايفه أكيد طبيعي بالسياسي. بدعوى من هيئة قضاء كسروان الفتوح في التيار الوطني الحر وبحضور رئيس التيار النائب جبران باسيل والنائب ندى البستاني ومؤسس التنظيم عباد الزوين وفعاليات سياسية واجتماعية ودينية، أقيم قداس إلهي عن راحة نفس شهداء الجيش وأنصاره في غابة الشهيد في بلدة رعشين. وفي كلمته شدد باسيل على معاني الشهادة والتضحيات التي بذلت، مؤكدا السير على النهج نفسه لبناء الدولة القوية. وفيما أشار إلى أن الشهيد الذي يسقط هو شهيد كل لبنان، استذكر شهداء المرفأ متحدثا عن تعطيل مسيرة العدالة من جهة، وعن الشهداء الأحياء أي الموقوفين ظلما من جهة أخرى. باسيل تطرق أيضا إلى ملف ترسيم الحدود. نحن عم نقاوم لنبني دولة، لأنه منشوف أنه ما فينا نعيش إلا بحماة الدولة، وكل واحد بيخرج عن الدولة بيبرد بيسقع. المقاومة يلي منا مستظلة بالدولة بتجلد وما بيعود في سريان للدم بعروقه، وكل حدا بيعتقد أنه في يعيش خارج الدولة ما بيقدر يستمر. والدولة هي ما ظلت كل اللبنانيين، بس بدها تكون دولة قوية ودولة قادرة وعادلة، وهذه الدولة القوية هي اللي بتخلي ولادها يعيشوا بكرامة. الدولة القوية هي اللي بتحط معادلات قوة. واليوم نحن عم نتهيأ لنعيش مرحلة جديدة بفعل معادلة قوة وضعتها الدولة لما حكيت عن معادلة كريش كانا، وعم بتنفذها المقاومة. هيدي المعادلة هي يلي بتخلينا نعيش بالبر مثل ما منعيش بالبحر. بالبر أرسى لبنان والمقاومة معادلة قوة، عطيتنا شو؟ عطيتنا الهدوء والاستقرار من 2006 بفعل معادلة القوة. الجنوب وكل لبنان عايشين بالهدوء. إن شاء الله معادلة البحر يلي عم نرسمها بهالايام بالذات، يلي رح نشوف نتائجها ان شاء الله بالشهر الجاي، تعطينا الازدهار مش بس الاستقرار، تعطينا الازدهار تنقدر نستفيد من ثرواتنا. نحن قلنا، ونحن اول مين قلنا، نحن اول مين قال مش لا كريش لا من دون كانا، قلنا لا غاز من كريش من دون غاز من كانا. بدكن غازكن بدنا غازنا. بقى نحنا ان شاء الله ما منضل بلد متفرج على مصر، على قبرص، على اسرائيل، على تركيا، على سوريا. هن بنقبوا بيستخرجوا بيصدروا ونحن منتفرج. لبنان بده يرجع على الخريطة النفطية يكون موجود، هيدي حقوقه، وبالقوة ناخد حقوقنا مش بالضعف. وغدات الانهيار في الأهراءات، كيف بدت الأجواء في المحيط وماذا عن أبرز الإجراءات؟ تقرير سينتيا يمين. خبوا يا جماعة، نزل كمامات يا شباب، على أبواب الذكرى الثانية لانفجار 4 آب انهارت صومعتان من إهراءات القمح في مرفأ بيروت، الأمر الذي أدى إلى تصاعد غبار كثيف في المرفأ وفي المناطق المجاورة، إلا أن العمل في المرفأ لم يتعطل. هذا ما أكده وزير الأشغال علي حمية عبر حسابه على تويتر، حيث أشار إلى أن مرفأ بيروت يعمل كالعادة وأن سقوط الإهراءات لا تعرقل العمل فيه. كما أكدت نقابة الوكلاء البحريين في لبنان استمرار العمل في مرفأ بيروت بشكل طبيعي رغم الانهيار الجزئي لصوامع القمح. وكانت منذ أسبوع أعلنت وزارتا البيئة والصحة عن إرشادات وإجراءات وقائية مرتبطة باحتمال انهيار أجزاء من الإهراءات، وذلك حفاظا على السلامة العامة وتجنبا لأي مشاكل صحية محتملة ناتجة عن تنشق الغبار. فما هي الانعكاسات السلبية على المواطنين بحال تنشق
الغبار الناتج عن سقوط أجزاء من الإهراءات. البيان اللي أصدرناه مع وزارة الصحة اللي عم نحذر فيه من الغبار اللي ممكن ينتشر بعد سقوط أجزاء من الإهراءات، وهذا اللي صار امبارح. هذا الغبار ممكن يحمل معه بعض الفطريات اللي هي تكاثرت أو تشكلت بعد تعفن الكميات الكبيرة من الحبوب بعد السنتين الماضيتين، وهيدي الفطريات يعني ممكن تأثر على الأشخاص عندهم أمراض صدرية أو عندهم مناعة ضعيفة أو عندهم هلأ كورونا أو كوفيد-19. أكيد أثرها المباشر بيكون على يعني المنطقة القريبة جدا لمكان انهيار هذه الأجزاء. عم نحكي نحن على حرم المرفأ، مش هيك ضروري عندما تساقط هذه الأجزاء من الإهراءات أو إذا تساقط أجزاء أخرى يصير في إخلاء مباشر ولبس الكمامات والابتعاد عن هذا الغبار. المناطق المحاذية يعني خارج المرفأ، عم نحكي على 1500 متر زون حوالين المرفأ، كمان لازم الناس تاخد احتياطات خاصة في الساعات الأولى، وتلبس الماسكات اللي توزعت بالتعاون مع وزارة الصحة والصليب الأحمر على كل سكان والعمال والموظفين بالمنطقة، وتقعد جوا. ومبارح مع شركة الكهرباء صار تأمين الكهرباء طوال المساء والليل لحد الصبح، وهذا صار اتفاق مع أساس كمال حي كده صار انهيارات لأجزاء أخرى كمان يرجع يأمن الكهرباء للمنطقة. وكان ملف الإهراءات قد شهد مواقف متباينة حول من يؤيد هدم الإهراءات ومن يعارض هذا الطرح، حيث تقدم نواب ما يسمى التغيير باقتراح قانون معجل مكرر يرمي إلى اعتبار مبنى الإهراءات معلما يخلد ذكرى فاجعة 4 آب، وبالتالي تدعيم هذا المبنى والمحافظة عليه بالشكل الذي بقي فيه بعد الانفجار. هذا الاقتراح تم إسقاط عنه صفة العجلة في مجلس النواب، حيث اعتبر البعض أنه يصب في خانة الشعب الفارغة، حيث أن العديد من الدراسات العلمية كانت قد أكدت احتمالية سقوط أجزاء من الإهراءات في أي لحظة، بالإضافة إلى تهديد السلامة العامة لا سيما في المناطق المجاورة. فهل باتت الشعبوية أهم من الدراسات العلمية والسلامة العامة؟ وهل المطلوب اليوم شعبوية فارغة أم كشف الحقيقة ومنع القضاء الاستنسابي وبالتالي إنصاف عوائل الشهداء والموقوفين ظلما ومحاسبة المرتكبين؟ بدعوى من لجنة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية النيابية، شارك رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمصرف الإسكان أنطوان حبيب ورئيس مجلس الإدارة المدير العام للمؤسسة العامة للإسكان روني لحود في اجتماع اللجنة في مجلس النواب برئاسة النائب بلال عبد الله وحضور الأعضاء. وأطلع حبيب أعضاء اللجنة على أهداف قروض الطاقة الشمسية وقروض السكن والترميم التي يؤمنها مصرف الإسكان، مفندا كل الشروط، وأكد أنها تستهدف ذوي الدخل المحدود والمتوسط، ولفت إلى تأثير إضراب القطاع العام على عملية تقديم الطلبات بما فيها الأوراق الرسمية. كذلك عرض لحود أعمال مؤسسة الإسكان والظروف الاقتصادية والمالية الصعبة التي عرقلت مهامها وقيدت نشاطها ولا تزال، لا سيما مع احتدام الأزمة المصرفية والنقدية وانعكاساتها السلبية على قروض المؤسسة. المزيد من الأخبار ولكن بعد الفاصل. من الأو تي في نتابع النشرة. في الأخبار الإقليمية والدولية، أكد وزير الخارجية الأوكرانية أن استئناف تصدير الحبوب الأوكرانية للمرة الأولى منذ الغزو الروسي في شباط يشكل انفراجا للعالم. وكتب الوزير الأوكراني في تغريدة إنه يوم انفراج بالنسبة للعالم وخصوصا بالنسبة لأصدقائنا في الشرق الأوسط وأسيا وأفريقيا، بينما تغادر الحبوب الأوكرانية الأولى أوديسا بعد أشهر من الحصار الروسي. وأضاف: لطالما كانت أوكرانيا شريكا يمكن الاعتماد عليه ستبقى كذلك إذا احترمت روسيا التزاماتها في الاتفاق. وكانت وزارة الدفاع التركية أعلنت أن أول سفينة لشحن الحبوب غادرت ميناء أوديسا الأوكراني صباح اليوم حاملة 26,000 طن من الذرة إلى لبنان. وأوضحت الوزارة في بيان أن سفينة غادرت ميناء أوديسا باتجاه مرفأ طرابلس في لبنان، وينتظر أن تصل إلى اسطنبول يوم غد الثلاثاء. من ناحيته، رحب الكرملين بإبحار أول سفينة محملة بالحبوب من مرفأ أوديسا في جنوب أوكرانيا بموجب خطة لاستئناف صادرات الحبوب التي كانت توقفت في أعقاب التدخل العسكري الروسي. وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحفيين أنه بالنسبة لمغادرة أول سفينة فهذا إيجابي جدا، وهذه فرصة جيدة لاختبار فعالية الآليات التي تم الاتفاق عليها خلال المحادثات في اسطنبول.
بدأت رئيسة مجلس النواب الأمريكي جولة في 4 دول آسيوية وسط تكهنات واسعة بأنها قد تخاطر بإغضاب بكين من خلال زيارة تايوان. وكانت وكالات الأنباء الأجنبية نقلت عن مكتبها أمس أنها تترأس وفدا من الكونغرس في زيارة للمنطقة التي تشمل سنغافورة، ماليزيا، كوريا الجنوبية واليابان، من دون ذكر تايوان. إشارة إلى أن الصين تعتبر زيارات المسؤولين الأمريكيين لتايوان إشارة تشجيع للمعسكر المؤيد للاستقلال في الجزيرة. فاصل إعلاني قصير ونتابع بعده النشرة. أهلا بكم من جديد، والآن إلى الفقرة الرياضية مع الزميل إلي نصار. احتل منتخب لبنان للشباب تحت 19 سنة بالفوليبول المركز الرابع ببطولة غرب آسيا الأولى باللعبة اللي اختتمت الأحد بخسارته على المركز الثالث قدام منتخب العراق 2-3 بقاعة الأمير نايف بن عبد العزيز بمدينة الدمام السعودية. المنتخب العراقي ربح 3-2 بمباراة قوية تقدم فيها العراقيين 2-0 25-20 25-12 لا يرجع المنتخب اللبناني يربح مجموعتين 28-26 و25-20، لكن المنتخب العراقي نجح بحسم الشوط الخامس 15-12 وسجل جوزيف شاهين 15 نقطة، عبد الرحمن قرحاني 14 نقطة للبنان، بينما كان أفضل مستقبل بالفريق اللبناني عبد الرحمن قرحاني بنسبة 45% من 33 كرة، وأفضل صادد كرات بلوك جوزيف شاهين بخمس كرات قدام رالف شهاب 4 كرات، وحقق إرحاني إرسالين ساحقين، بينما كان هادي شبيب أفضل مدافع برصيد 7 كرات ناجحة من أصل 11. وأحرز المنتخب السعودي اللقب على حساب البحرين 3-0 27-25 25-18 و25-22. منتخب فلسطين حل بالمركز الخامس بفوزه على منتخب الكويت 3-0، والإمارات حلت بالمركز السابع بفوزها على سوريا 3-2. بالجوائز الفردية حصد اللاعب اللبناني جوزيف شاهين جائزة أفضل صد للكرات بلوك، وتم اختيار السعودي حسن كعيبي أفضل لاعب بالبطولة. توج فريق نجوم الرياضة بلقب بطولة لبنان للسيدات بالفوتبول لموسم 2021-2022 بفوزه على فريق الصفا حامل اللقب 2-1 شوط الأول 2-0 بالمباراة النهائية اللي صارت الأحد على ملعب أمين عبد النور بحمدون. ناتالي العبد سجلت الهدف الأول للفريق الفائز بالدقيقة 23، رنا المقداد الهدف الثاني بالدقيقة 30، بينما سجلت سينتيا صالحة من ضربة جزاء للصفا بالدقيقة 56. بعد المباراة سلم الأمين العام للاتحاد اللبناني للفوتبول جهاد الشحف كأس البطولة لكابتن نجوم الرياضة نانسي تشاياليان بحضور رئيس لجنة الكرة النسائية بالاتحاد اللبناني أسعد سبليني، ووزعت ميداليات ذهبية على البطل، بينما أحرزت لاعبة الصفا سينتيا صالحة جائزة هداف البطولة للموسم الثاني على التوالي برصيد 20 هدف. نجوم الرياضة أحرز اللقب برصيد 34 نقطة بفارق نقطتين عن الصفا بعد ما ربح 11 مباراة وتعادل بوحدة وخسر وحدة. والختام مع حال الطقس والزميلة نرمين أربان بشارة. مساء الخير. طقس صيف اعتيادي وعالي الرطوبة عم بيسيطر على لبنان، ودرجات الحرارة عم بتكون ضمن معدلاتها الموسمية. إذا جو قليل الغيوم لبكرة، ودرجات الحرارة رح تتسجل على الشكل التالي. نبدأ من الشمال، وعكارة عم تسجل 29 درجة، طرابلس 31، العاصمة بيروت 30 درجة، وصور 31. ننتقل إلى بعلبك اللي عم تسجل 35، اللقلوق 21، زحلة 35، وجزين 31 درجة. نسبة رطوبة ساحلة عم توصل لل 85%. أريح سطح جنوبية غربية بتتراوح سرعتها بين 10 و 30 كيلومتر بالساعة، أما حال البحر فمنخفض ارتفاع الموج. إذا شو الأجواء اللي بانتظارنا للأيام القادمة؟ للثلاثة والأربعة جونا قليل الغيوم صيف اعتيادي، ودرجات الحرارة بتسجل ساحلا 30 درجة لنهار الثلاثة و 31 درجة لنهار الأربعة. للخميس والجمعة جونا بتابع صيفي مستقر مع ارتفاع بدرجات الحرارة ل 32 درجة ساحلا. وصلنا إلى ختام صفحة الأحوال الجوية لليلة، لقوني بكرة بذات الوقت وبنشرة جديدة. تصبحوا على خير. نشرتنا انتهت، شكرا لحسن المتابعة. للمزيد تابعونا عبر otv.com.lb وعبر حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. إلى اللقاء.